أهلا بكم في الدرس الأول، وهذه المقدمة التمهيدية من دورتنا الجديدة التي سوف تكون بمثابة دورة تأسيسية لفهم واستيعاب المصطلحات والخطوط العريضة الخاصة بالذكاء الصناعي Artificial Intelligence and Machine Learning، التعلم الآلي. فعليا في هذه المنصة قمنا بإنشاء الكثير من الدورات التي تعنى بهذه المصطلحات، سواء من خلال استيراد المكتبات الخاصة بالمشين ليرنينج، وقمنا على أثرها بإنشاء الكثير من النماذج والأبليكيشنز، وأيضا قمنا بإنشاء دورة وذلك من أجل كتابة الأنماط الخاصة بالمشين ليرنينج from scratch بشكل يدوي. وهناك نية واتجاه لإنشاء المزيد من الدورات في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بالديب ليرنينج، التعلم العميق. إلا أنه لا يخلو الأمر من شيء من التعقيد في فهم هذه المصطلحات، كون هذه النماذج في طبيعتها تعتمد بشكل أساسي على البنية الرياضية، التعامل فقط يكون مع الأرقام وعلى المصطلحات الرياضية والعمليات بين المصفوفات. لذلك نرى أن هذه الدورة هي مفيدة للغاية، وذلك تبسيط المفاهيم الخاصة بالذكاء الصناعي والتعلم الآلي وإسقاطها وتشبيهها بصور ورموز، وذلك لسهولة فهمها. ففعليا سوف نقوم هنا بتبسيط الذكاء الصناعي والتعلم الآلي. أي فعليا سوف نقوم بعملية simplify أو over simplify. فهنا إذا قلنا مثلا بالاطلاع على معنى كلمة simplify، فنرى كيف أنها تعني جعل الشيء سهل أو أسهل. وهنا إذا قلنا بالاطلاع على بعض الصور، فنرى كيف أن هذه الأمور المعقدة بمجرد القيام بتبسيطها سوف يسهل فهمها ويسهل تمييزها، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك. فإذا استطعنا القيام بتبسيط هذه الأمثلة وفهمها، هذا سوف يكون مساعد جدا، وذلك من أجل القيام بفهم المصطلحات المعقدة لاحقا. فالبناء على شيء سهل أفضل بكثير من استيعاب شيء معقد من البداية، وهذا ما سوف نقوم به مبدئيا قبل القيام بإنشاء دورة لتصميم النماذج الخاصة بالتعلم العميق، وذلك بشكل يدوي. فهنا سوف نقوم مثلا بالإسقاطات كما قلنا، ونقوم بتشبيه الأمثلة والأبليكيشن بهذه النماذج الخاصة بالماشين ليرنينج والديب ليرنينج، ونرى الدخل والخرج والعمليات فيها. فأرجو أن تكون هذه دورة ممتعة وشيقة، وأن تجيب على الكثير من الأسئلة والاستفسارات في أذهانكم فيما يتعلق بالذكاء الصناعي والتعلم الآلي. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.